الحين حابة أتحكي عن زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد اللي كان البارح وشعللت فيه كل السوشيال ميديا، يقولون إنه مكلف حوالي مليون يعني جنيه. أول شيء تستاهل هنا، ونتمنى إن أحمد فهمي يستقر معاها بعد عدة زواجات ما كانت مستقرة. أعتقد إن الحين لم يعد هناك حجة، يعني واحد يوم متزوج كنا قبلها مرتين والحين هنا الثالثة، إن شاء الله ما تكون في بعد جاية الرابعة. حاس أحمد فهمي معطي إحساس لنفسه إنه هو شهريار، أنا اللي دمي خفيف، أنا اللي البنات يحبوني، أنا 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 أنا. نتمنى إن هذه الأشياء الجميلة أو الدقائق الجميلة اللي احنا شفناها من حفل زفاف أحمد فهمي مع هنا الزاهد إنها تستمر بالسعادة، مو تكون فترة وبعدين نقرأ في الجرائد أو بالسوشيال ميديا أو بالصحافة إنه تم الانفصال. بعد خلاص الواحد في كلمة بالكويت نقولها يا وي هسته عاد، بس خلاص الأمور ما أدري شلون قايلة. نطلع فاصل ونرجع مع كشف حساب.